أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، رجعنا لكم تاني النهاردة برضو مع امتحان تاني من امتحانات الثانوية العامة، اللي هي النهاردة هنراجع الوحدات من يونت 1 تو يونت 9 من خلال هذا الكلام، وهيبدأ زميلكم زي ما اتفقنا هيبدأوا في الدخول اهو معايا دلوقتي، ونشوف هنوصل لإيه معاهم في الشرح بتاعنا إن شاء الله. نلتقي مع زميلكم أهو ونشوف هنحل إزاي النهاردة الامتحان. تمام، كله تمام، الصوت تمام، الصورة تمام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا الامتحان اللي فات نعمة طبعا ما حلتش معانا اختياري، فهنبدأ بيها، تاخد أول 15 برضو معانا تمرين. أوكي تمام، يلا سمي الله. The farmer is having his horse checked. فعلا. طيب ايه النوع ده برضو تاني حضرتك بتقولي لي؟ ايه النوع ده؟ النوع ده الاسئله ده بيناقش معايا انها قاعده. كوزيتيف ان باسيف اور ان اكتيف؟ لا هنا ان اكتيف. لا باسيف هنا. باسيف هنا يعني مجهول باسيف. تمام، لانه استخدم التصريف الثالث اهو في الاخر، مفروض اسم التصريف الثالث. تمام، more than a million seeds. ايوه are produced برضو، بس فعلا تنتج. تمام، the coach talked to the 15 players while they were training. 15 لاعب تحدث الى each of. ايوه، كل من، على كل واحد على حده يعني. طيب يعني ما اكلمش واحد وطنقش له، واتكلم بصفه عامه. The food was that so delicious. تمام، برافو عليك. I read an interesting article in which. تمام، برافو عليك. Have you eaten all the food already؟ بالرغم ان في ناس كتير كان هيستهجروا على كلمة ايه؟ yet. عارفين امتى يعني؟ كان برضو يقول haven't you eaten all food yet، يعني الم تأكل طعامك حتى الان؟ لكن هو قال you must be very hungry. اهو الديل ده قلت لك خلي بالك لما يوضع في تابع لهذه الجملة في النهاية تعرف ان هو هنا في شيء هو عايز يوضحه لحضرتك. Take care that child is going to fall. الإجابة دي صحيحة. أيوة، لأن the something is about to happen. Not here in our team kicks so well. Not every. اختار يعني كلمة every. الكلام صحيح. I can't go to the cinema with you tomorrow evening because I will be studying. لانه زمن محدد في المستقبل، يبقى future continuous، يبقى اذا هنستخدم will be studying. تمام، it's more than قاعد اس بتاعت present perfect. More than 20 years since. مستر 8 مالها؟ هنا مش بيتكلم عن كل واحد لوحده ده، يعني a player in our team kicks so well. هو هنا بيتكلم على كل لاعب. أيوة. بص انت كده قلت ايه هو؟ هي طبعا لو هي لو كان فيها اس كان قلت all players. هو انا مش طبعا هنا بيتكلم على ان هذه الصفه موجوده بين كل اللاعبين، عشان انت بتلعبيش كره بس، كل واحد بيشوط لوحده. It's more than 20 years since. He traveled. لانه هياتي بعدها باست سيمبل. اللي مش عليه الدور في الاجابه يا اخوانا يقفل المايك بتاعه عشان ما يشرشرش علينا. I'd rather you. خدناها في الباست سيمبل. توك لانه بياتي بعدها باست سيمبل. دي من التعبيرات التي ياتي بعدها باست سيمبل.
to school I saw a car accident. During the coming. Huh? During the coming. During the coming. ما احنا اتفقنا مع بعض خلاص ان coming دائما ولا during دي دائما ياتي بعدها noun ما تستخدمش وراها ing. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بعلياء ونطلق في الفضاء 20 طلقة. اوكي يبقى هنختار ايه؟ while coming. تمام. Noise pollution in cities by trees. Noise pollution. نشوف كده نكمل مع حضراتكم. 13 يا مستر ياريت اللي جاوب يقول بي او ايه عشان انا عاملاهم كده مش عاملاهم بالكلام يعني عامله ايه دي في كده. ماشي ماشي يا امير. يعني تبقى ماشي خلاص احنا تحت امر سيادتك. يا سلام عندنا كم اميره. لا مود يا رب. يلا. Noise pollution in cities by trees. لا يعني انا هقولها ايه ولا بتقولي الجمله انت. ماشي حاضر. often is reduced. often is. ايوه اذا كان فعل الجمله verb to be فان الكلمه الداله تاتي بعده. تمام. لكن لو كان اي فعل اخر كان بيجد اجابتك صحيحه. احنا قلنا مثلا he always goes جاءتنا always بين الفاعل والفعل لكن إذا استخدمت هي is late هتقول هي is usually late يبقى يأتي الكلمة الدالة بعد verb to be. That is the book. هذا هو الكتاب. And which is مع أنها صعبة. كويس برافو عليك. which is ليه؟ لأنه جاء بعدها هنا صفة أهو best seller أو الأكثر مبيعا يعني. We had because they were dirty. Our windows clean. تاني our windows cleaned. طبعا هنا ده عبارة عن إيه تاني؟ ها؟ Causative. Causative passive ولا active؟ Passive. Passive تمام. يلا يا علياء. يا مستر مش هتبقى our windows being clean؟ يا سلام. الكوزيتيف يا علياء في الباسف بتركب من الشخص الذي فعل الفعل من اجله وي أيوه. تصريف هاف او جيت في زمن الجمله هاد المفعول به اور ويندوز ثم التصريف الثالث للفعل كصفه. لقد حصلنا على نوافذنا نظيفه. ايوه صح. معلش معلش تمام. معلش مع الرياضه اثرت معك. وي كان. ننتظر عليها للاجابه. انا هجاوب. ايوه انت هتجاوب. حاضر ماشي ثواني. وي كان كونفيدنت. كونفيدنت يعني واثقين. ايوه واثق من فوز. تمام. Oxygen from the water is released. released. هي طبعا معناها ايه؟ اللي هو هينطلق او ينطلق عشان ابان بسف. تمام. We arrived just as the ايه مستر الكلمة دي؟ ceremony الاحتفالية. Was لا دي ما عرفتش اجاوبها. على وشك كلمة بمعنى على وشك. أيوة أباوت. رجعت لحضرتك ارجعي تاني ورجعي تاني مشتقات كلمة الحرف الجر أباوت ارجعي له تاني هتلاقيه موجود. أنا مديلك أكثر من كلمة. تمام يا مستر. أو أن أوديسي. أيوة اللي هي الملحمة. الملحمة. الأوديسة. 20 بعد كده ذا then the dancers were the dancers الرقصين ايوه where's spinning
بيلفوا حوالين نفسهم اللي هم بتوع اللي بيسموها التنوره ولا البنوره دي اللي بيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم. طيب ذا لاند لورد سيد هي وود فيكس ذا مستر هي ليه 19 خدنا ليه 19 خدنا ايه؟ ما هي دي كلمه بمعناها ملحمه يا بابا من ضمن الملاحم. انت اخترت ايه طيب؟ اخدت سي الجاذبيه. الجاذبيه هي رحله طويله تحدث فيها اشياء كثيره. يلا صلح ايه هو اخينا ده؟ اكمل يا مستر؟ ها؟ اه يا مستر اكمل؟ اه هتبقى تالت واحده انفي؟ ده دي معناها ايه دي؟ لا ما ترجمت الباقيين لقيت ولا واحده فيهم يا سلام نافعة فقلت اكيد هي واحده. ايه الاجابه يا نعمه؟ هتبقى لا ليك 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 بمعنى ايه دي؟ تسريب ليك التسريب اه وتسرب في الروف السقف فيه تسرب. انا جبنا اللاند لورد لان حضرتك قاعده الحمام اللي فوقيكوا عمال ينقط. جبنا صاحب الشقه والنبي يصلح لنا الليك ده. هيصلح لنا التسريب اللي في السقف. اه ما هو التسريب يعني في معناها في مسام نازل منها. انت ماسكه الكلمه على انها هي تسريب يا اسالي سبب. ولو سربت الميه عندكم هتعملوها ايه؟ السقف بيخر عليكم من فوق اهو. يا لهو علينا. ماشي يا مستر تمام. الف سلامة عليك يا ماما. كارينج اهيفي كارينج اهيفي باك 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 اراوند اول داي بوت ا لوت اوف ستريس. ايوه ستريس برافو دي سهلة تمام. فريلانس وركرز هاف تو ثواني دو اللي هو اعمال الحرة هياخدوا ايه؟ اكونتس بتاخد دو تمام. I never break. Break a promise. تمام؟ بعد كده يعني أنا إيه ما بخلفش بوعدي. فين بعد كده؟ we upgraded. Upgrade the computer. يعني عملناه طورناه إحنا كده ورفعناه تمام؟ To make it suitable أول واحدة. Suitable ملائما مناسبا تمام. Internet shopping. Bring the shop to your door to your door as a simple press. Press. Press يعني هنا بمعنى اللي هو يضغط او يعني مش صحافة تمام. علي سيمز يبدو ان علي ثواني كده عشان دي مش حلها هقراها بسرعة. But he actually has a good sense of humor ومع ذلك عنده روح الدعابة والفكاهة. يبقى هتبقى أول واحدة. أيوه اللي هي سيريوس اللي هو سيريوس. وقلنا أن كلمة سيريوس إذا وصفت بها إنسان فهو بمعنى جاد وإذا وصفت بها موقف فهو بمعنى خطير. مستر أحمد ستايل طبعا هي بمعنى زي ما احنا قلنا ستايل الأسلوب بتاعه فعلا. drinking too much coffee تشربي قهوة كتير بالليل will just keep you awake أول وقت أول واحدة تيقظا تمام. منس منس هتبقى تالت واحدة اللي هي انسوسيزم. اوكي ده برافو عليك. في ناس كتير في منهم اختار انسوسيست وفي منهم لأن هم خدوا ايه؟ خدوا الابوستروف اس على انها از. طبعا الكلام ده خطا. ليه؟ لان دي اس ملكيه مش اس مش فيرب تو بي. فهناخد كلمه انسوسيازم اللي هي الحماس بتاعته. كلام زي الفل تمام. مين 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 عند حضراتكم هيبدأ يفكر معانا في هذه الجزئية؟ أنا رجعنا مرة تانية مع حضراتكم ونشوف أنتوا توصلتوا إلى إيه في حل هذه القطعة. من يقرأ؟
حد يرد عليا. ماشي يا مستر. تفضلي بالصوت عالي والنبي يا نعم. بس الكلمات الصعبة طيب. لا معلش، ما انتوا رفعتوا ايديكم بسرعة، قلتوا دول ترجموها وخلصوها. يعني انتوا مستعجلين بسرعة شوية، اديتكم تايم عشان تقرأوها بسرعة، اديتوني قلت يبقى دول شو يتفرقوا مترجمينها، يعني لما انتوا كده مكروتينها. Pollen is the plant's male DNA that is transported to the female part of the flower to enable the plant to reproduce. طبعا هو كلمة pollen هنا يا شباب معناها حبوب اللقاح. معناها حبوب اللقاح. حبوب اللقاح اللي هي تمثل اللي هو اللي الجزء الذكري، يعني زي ما انتم عارفين طبعا تخطوا في الاحياء ده في عندنا ميل وعندي في ميل، فهو بيمثل الميل اللي هو دي ان اي. دي ان اي طبعا في عنده ذكر وانثى، فهو دي حبوب اللقاح ذات از ترانسبورتد اللي بتنقل الى الانثى في طبعا هنا الجزء المؤنث من الزهره. وطبعا انتم عارفين انا التويج ومش عارف ايه والحاجات اللي درستوها في الاحياء انت اكثر علما مني، بتمكن النبات to reproduce ان هو بمعناها ينتج او يتكاثر وينتج ازهار او ثمار جديده. تفضل. Because the pollen contain DNA it can be used to change a plant's traits. traits هنا بمعناها الصفات الكاركترز، يعني اللي هي طبعا الصفات الوراثيه. الصفات الكاركترز يعني خالص يا نعمة. الصفات الوراثيه خالص يا نعمة. نعم. لا طب دلوقتي لو نعمة فصلت مش هيحصل تردد. سمعت كده شفتي؟ اهو. تمام. طب كملي القراءة يا علياء انت عشان يمكن انت عند المكان عندك هادي شوي. لا تمام انا قاعدة مستمعة. ليه؟ Because pollen contains DNA it can be used to change plant traits such change can increase harvest productions. يعني هو ده لما انا بغير في هذه الصفات ممكن يغير في الانتاج المحصول. help plants to survive حتى يجعل النبات in a specific environment. يعني معناها لما بيغيروا في هذه الصفات الوراثية ممكن النبات ان يستطيع ان يعيش في بيئات محددة. يعني دي الصفات الوراثية اللي هو او هذه الصفات اللي موجودة فيه بتبقى تحمل ان هو المحصول كام وبيعيش فين. يعني هذا النبات نبات صيفي ولا نبات شتوي بيعيش فين بالشكل ده. Pollen is used to main pollute plant traits. يعني هو بيسموها دي بقى التلاعب او التغيير في صفات النبات. Cross pollination is the process of fertilization between similar plants to improve them. يعني هو في بعض اللحظات بيحط حبوب لقاح بتاعت الزهرة دي في الزهرة دي اللي هو اللي بيسموه التطعيم، زي التطعيم او التعديل بيديني عشان يحسن النباتات. وممكن اخذتوا الكلام ده في الزراعة. creating plants resistant to pests. يعني هنا كمان لكي نكون نباتات تكون مقاومة للآفات or dehydrations or increasing crops. طبعا للآفات او الطفيليات أو increasing crop productions أو نزود المحصول. Are a few changes made through cross pollinations. وهناك ممكن تغيرات تتم في هذا التعديل أو تبادل حبوب اللقاح. Pollen can also be used by archaeologists to determine what ancient civilization used for food. كمان يعني كمان حتى الكلام ده كانوا يدرسوا على الحضارات المصرية القديمة كيف كانت تحصل على الطعام. Pollen can spread with the wind. إن حبوب اللقاح يمكن أن تنتشر عبر الرياح or through interaction with insects اللي هي الحشرات لما بتتحرك تأخذ الرحيق بتأخذه معها في أرجلها. The outer wall of the pollen grain is strong to prevent damage during transport. كمان الطبقة الخارجية اللي هي حبة اللقاح
تكون قوية جدا بحيث لا تتلف ولا تدمر أثناء عملية النقل. The inner layer is similar to an ordinary plant cell. يعني الطبقة الداخلية دي في عبة اللقاح تشبه تماما الخلية الحيوية العادية، تتكون من النواة والميتوكوندريا اللي كانت تخاطع مع النبات. الحياة اللي انتم حضراتكم عارفينها in size microscopic in size. يعني كلمة microscopic يعني هنا معناها حاجة ميكروبية، يعني معناها tiny، يعني معناها very small in size. Pollen grains are not visible. لا طبعا غير مرئية. طبعا individually to the eyes. يعني هي معناها غير مرئية بالعين المجردة. Clumps of pollen can be seen on insects that move from plants to plants. الغبار ده هنا اللي بيبقى بتاع الحبوب اللقاح ده يمكن انك تراه وهي الحشرات بتحرك من نبات الى اخر. Only 10% of plants spread pollen without the help of insects. يعني بيقول دوبك 10% من النباتات اللي تستطيع ان تنشر حبوب اللقاح بدون مساعدة من الحشرات. All flowering plants, كل النباتات الزهرية create pollen. تتعزم تنتج حبوب اللقاح. Including grasses, trees and shrubs اللي هي الشجيرات. Grasses and trees are the most common plants that spread pollen through the wind rather than with the help of insects. يعني أكثر النباتات يعني أو بتنشر النبات الحبوب اللقاح بتاعتها يعني ايه ممكن بعيد عن الحشرات في الهواء الطلق. وممكن تشوفوا بعض الازهار بتنفجر، انا شفناها كده بتطلع زي الغبار بينتشر مع الهواء. Pollen is used in supplements. كلمة supplements اسف used in supplements to improve athletic or كلمة performance or increase the strength of M. كلمة شوف الكلمة اللي جاية دي ها M ده هي معناها المناعة systems. كلمة immune دي immune systems، وبعض الحيات شفتهم ينطقوها بيقولوا immune systems، يعني دي هي معناها أجهزة المناعة بنستخدمها مع النشاط الرياضي بحيث طبعا الآيات تسمعوا عن يقول ايه ده عسل نحل بحبوب اللقاح. لو تسمعوه ده بيستخدموه طبعا بيقوي المناعة وفي نفس الوقت بيستخدموه الرياضيين بقوة شديدة جدا. Pollen can also create a variety of allergic اللي هي الحساسية reaction. في ناس عندها حساسية يعني people، في ناس لما في حالة الربيع لما بيطلع هذه حبوب اللقاح يعني بيكح ويحصل له السعال، وفي طبعا ناس كتير ما بتستحملوش. Pollen spread by insects rarely gets into the noise to create any يعني في كلمة allergy allergic. طبعا كلمه allergies دول احنا بندرسهم في اولى ثانوي دلوقتي اللي هي الحساسيه احد انواع الحساسيه. But in recent years في السنوات الماضيه دي there has been a big drop in the populations of pollinators اللي هو هنا الناس اللي بينتجوا اللواقح دي worldwide. There are several reasons. The use of pesticides has had the side effects of killing pollinators اللي هم دول pollinators دول اللي هم ناقلي حبوب اللقاح. فطبعا احنا بنحارب بالمبيدات الحشرية، اقتل 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 اقتل، قل هذا العدد من الحشرات الناقلة لحبوب اللقاح. Air pollution كذلك التلوث بتاع الهواء من المصانع prevents insects from smelling يعني ضيع حاسة الايه الشم عندها. كمان smelling and finding flowers which they need for food. Diseases طبعا الأمراض are killing many insects كمان قتلتها. Growing cities يعني إن المدن are destroying المتزايدة دي. The environments where pollinators live طبعا كلمة البولينيتورز دول اللي هم ناس طبعا المدن بدأت تقتل كل الأماكن اللي كانت بتعيش فيها هذه الحشرات الناقلة لحبوب اللقاح. ده اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه، ونشوف بعد ما شرحناها بتهيالي هتبقى الإجابة أسهل يعني المفروض. How do trees mostly spread pollen؟ كيف تنشر الايه
الأشجار الحبوب اللقاح. رد. Answer. أي حد. Throw the wind. أي حد. تمام. علياء. How does air pollution affect pollinator pollination؟ حاضر ثواني يا مستر. ما انا احنا يعني قلنا انت جاي مجهزه المذكره معاك. لا ما انا ما حلتش القطع. ثواني بس هقراهم على السريع. اقراهم على السريع حتى التسع دقايق اللي فاضيين خلصوا. يعني تلوث الهواء اثر على عمليه نقل حبوب اللقاح ازاي او تلقيح ازاي؟ يا نعمه انت ما تفتحيش يا نعمه عشان بتعملي دوشه. ها؟ اخر واحده تبقى دي. دي؟ نو. التلوث عمل ايه في الحشرات؟ قتلها. هتبقى سي؟ سي يعني الحشرات لا تستطيع ان تلقح الازهار؟ لا اهي نمبر بي. لا بي. كانت سميل. التلوث بتاع المصانع والحياه دي كلها جعل الحشرات لا تستطيع ان تشم رائحه الورد. Which is the best title for the passage؟ افضل عنوان للقطعه. اميره. ايوه مستر انا هنا. انا عارفك انك هنا امال انا عارف نمتي. ها؟ انا بحل القطعه يا مستر والله مش فاهمه حاجه بصراحه. دي 10 درجات عليها. ما اعرفش يا مستر والله اسئلتها غلط. لا غلسة ده اللي بيجي في الامتحان اغلس واغلس. خلاص نقول لنعمة بقى هتشوشر عليكم بس هي الشطرة اللي بتحل. ها؟ انا خلوني في الدايلوج والترانسليشن. يا سلام هتنجع انت قاعد عند الجزار اصلا. يلا. وانا برضو. Which is the best title؟ لا انا في الاخر الفيديو هديكم مفاجأة اذا كانت الحكاية بالشكل ده. Which is the best title for the message؟ افضل عنوان للقطعة. هتبقى اجاوب انا يا مستر؟ يا يا رب تطلع صح. هتبقى سي. سي ذا نيتشر اوف بولين. فعلا طبيعه التلقيح. واي هاز ذا نمبر اوف بولينيترز دروبت؟ اعداد الذين الحشرات القائمه بنقل حبوب اللقاح بدات تتناقص. ايه السبب؟ هتبقى أول واحدة؟ يعني هتختاري رقم كام؟ ايه؟ تاخدي رقم ايه؟ طيب بتقولي على إجابتك because the use of modern technology techniques استخدام التقنيات الحديثة ده أدى إلى أن الحشرات تموت. اللي ما كناش ترجمناها كلها يا بنات. لا صح معلش يا مستر بي. Why are plant traits sometimes changed؟ بتتغير خصائص النبات. ليه ايه اللي بيخليها تتغير؟ بيغيروها ليه طيب؟ ليه بنغيرها؟ بيغير خصائص النبات عشان هي هيعود علينا بفايده. هتبقى بي. بي يعني تبقى تو هيلب بلانتس موف عشان النبات تتحرك. لا صح معلش. تو انكريز بلانتس برودكشن. وات داز ذا اندرلايند وورد مايكروسكوبيك مين؟ هذا الكائن مايكروسكوبي. تاني. ايوه انه ضئيل الحجم. Is pollen only carried by the insects؟ لو حبوب اللقاح فقط حملتها يعني هل حبوب اللقاح تحملها الحشرات فقط؟ اشرح ذلك. نو هقول طيب ليه؟ عشان ممكن تحمل بواسطة مين؟ الويند. الويند اهو فعلا هقول له نو it can also be carried by the wind لأنها تحمل عن طريق الرياح.
بعد كده mention to benefits of cross pollination. اديني اذكر فوائد cross pollination. اذكر فوائد cross pollination. اولا creating plants, هو هنا resistant to pests. قلت لكم لما بيعملوا عملية تعديل وتغيير في صفات حبوب اللقاح بتؤدي الى ان, او تبادل حبوب اللقاح بزهرة بزهرة اخرى, بتؤدي الى ان يخرج نباتات مقاومة للبستس و dehydration and increasing crop production. وتديني مرة تانية. مين هنا عندنا قاعد؟ رانيا لسه موجودة في الويتنج. في تاني السؤال اللي بعد كده بيسألني how is pollen used for sportsmen and women. ازاي حبوب اللقاح بتفيد الرياضيين وتفيد النساء. It is used in supplements, يعني امداداتهم to improve aesthetics performance, بتساعدهم ان هم في تحسين وتعديل الاداء الرياضي بتاعهم. Why isn't pollen damaged while being transported? لماذا لا تدمر حبوب اللقاح أثناء عملية النقل؟ هذه الإجابة. The outer wall of the pollen grain is strong to prevent damage during transport. لأن الغلاف الخارجي هو اللي بيؤدي إلى عملية الحماية. وآدي إجابة أسئلة القصة لو إلى أسئلة القطعة 7 8 9 10. لو انت عايز تعمل سكرين شوت وتحتفظ الإجابة لنفسك. ده اللي احنا اتكلمنا عليه من طبعا اخر حاجة توقفنا معها الان اللي هي اسئلة القطعة. وبعد كده هنشوف السؤال اللي هو سؤال القصة اللي موجودة نوفل The Prisoner of Zenda. نعم. هو ليه ما بقيش يفتح على طول, لازم بندخل رقم؟ مش عارف انا, هو يعني مش كلكم هنعمة دخلت بدون رقم, يعني فيش غير طلب منك الرقم. انا كل ما بدخل طلب مني الرقم يا مستر. بس انا برضو عملت الحساب, حطيته على الجروب, يعني حطيته على الجروب الرقم, حطيته على الجروب. شفتيه على الجروب؟ ما انا برجع وبشوفه تاني. زانوفيل ذا بريزونر اوف زيندا. طبعا الاسئله في هذا الامتحان بتركز على شابتر 1 حتى شابتر 4. ونشوف حضراتكم مع الأسئلة. Whom did the Duke want Rassendyll to meet at Flavia's Palace? Help of the famous six. يعني تمام يعني هو قال له تعالى أعرفك على بعض الناس. أعرفه على مين؟ زي ما هي بتقول لحضراتكم اللي هم الهاف النصف بتوع رجاله. كلام كويس نعمة, برافو عليكي إنك أنت مذاكرة. What message did Michael receive on the coronation day? Michael في رسالة جات له في يوم الحتة اللي أمينة هربت منها. All is well. تبقى إيه اللي هي علي is well. أيوة علي. The all is well. All is well. كل شيء على ما يرام. Where did Sat plan to hide the king? In the cellar. اللي هو ايه؟ القبو. كويس. طيب. Fred told Rassendyll that the king of Ruritania, ان ملك روريتانيا ماله؟ loved food more than oil. بيحب ايه عن ايه طيب؟ preferred eating to action. ايوه, prefer eating to action, يفضل الاكل عن المعركه.
In your opinion, why did Sabt lie to his servant? انتوا فاكرين lie to his servant يعني لما دخل هو الفليلر، فاكرين الفليلر ده؟ لما يا طبعا هو فري لار، عشان الناس بيقولها بسرعه ما تاخدوش بالكم منها. لما وصلوا هما كان اللي هو عمنا راسندل في كلمه هيرت هيز فينجر، فهو قال له سبب معللا خالص كده. ايه طبعا ليه ما قالوش الحقيقه؟ ادي ما قالوش الحقيقه because it's best sometime not to trust even the best of men. تمام، هو يعني هو ده ال- 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 الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. لكن بص بقى في اجابه وجدناها لقيناها يعني اماليا. بص كده بيقول ايه، Sabt didn't want his servant to know what had really happened so that he wouldn't discover Rassendyll's identity. ما قالوش الحقيقه لانه لو قال الحقيقه هيتبان شخصيه راسندل الحقيقيه. Moreover، بالاضافه الى ذلك، Sabt didn't trust even the best of men. يعني هو يعني لا يثق حتى في اقرب الناس اليه. ومن هنا عمنا Sabt اسدى النصيحه لراسندل وقال له don't trust in anyone، لا تثق في اي احد. وهنا راسندل واحتفظ ايه، keep your secrets، احتفظ باسرارك. ولما بدا يطبق راسندل هذه النصيحه، اول ما طبقها طبقها على مين؟ على Sabt. وهي لما عمل make himself for himself a popularity، عمل لنفسه شعبيه دون ان يدري Sabt. Why do you think the princess was surprised that the king entered the old part alone؟ يعني هنا الـ 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 الأميرة يعني استعجبت لما الملك اللي هو راسندل يعني مشي لوحده بمفرده في الـ old part alone. Because he didn't use to do that. يعني he didn't use to do that، يعني هو ما كانش معتاد أن يفعل ذلك. فعلا الملك ما كانش معتاد. بصوا كده إجابة أطول، because the king didn't use to give much care to the poor، لأنه الملك أصلاً ما كانش بيهتم بالفقراء. The king also didn't use to be so brave and daring، يعني لم يكن شجاعاً ولا جريئاً. كان أدي بريكو صفات هذا الملك. 3. If you were Rassendyll would you replace the king؟ لو أنت مكان Rassendyll كان ممكن تحل محل الملك؟ Yes. Why؟ To save his right to be a king. طبعا I would do because that would save the country from the evil duke. يعني قريبة من إجابتك، لأنه أنا لازم أعمل كده لأن هذا سوف ينقذ البلد من هذا الشرير مايكل. وممكن تكون تقولي كمان because I am only the only one has the same appearance of the king، أو I only one look like the king. تعالوا نشوف المحادثة اللي موجودة معانا between Tamer and a booking clerk at the booking office. What can I do for you, sir? ماذا تريد يا سيدي؟ I want to book a ticket. أيوة. I want to book a ticket. كمل يعني طبعاً دي خلاص وقفت على كده؟ أكمل؟ ماشي. Single or يعني انا عايز طبعا الاجابه الاولانيه نحطها هنا على اساس الناس يبقوا ماشيين معايا. ادي الاجابه اللي احنا حطيناها، I'd اهو زي ما قال اهو، I'd like to book a flight او a ticket single or return. طبعا هو سير ها single single. طبعا هو في كذا إجابة، طبعا سينجل بليز هتكفينا لو هو احتاج ذلك. بيقول له سينجل بليز، طبعا اهو هذه سينجل بليز يعني عبارة عن حاجة فردية. بعدين ها اسأله على الدرجة، do you like it first class؟ ما كان قال له yes لو قال له do you like، اصل ما عرفتش اسأل بحاجة غير كده. ازاي ما ممكن حضرتك اهو first or second، يعني في first or second
دي إجابة صحيحة. وفي إجابة تانية اللي احنا هنجيبها لحضراتكم اهي اللي هي first or economy class. طبعا اللي هي بتساوى عندنا احنا بلغتنا احنا القطار المميز اللي هو درجة تالتة يعني. When would you like to travel by day or at night؟ نهارا ام ليلا؟ By day. طبعا هسافر ازاي اخينا ده؟ There is a flight at 2 a.m. يعني انت قلت at day. انا بحب افضل I prefer to travel at night. طبعا هنا ايه there is a flight at 2 اهي 2 a.m. 2 a.m. يعني نهارا a.m. ولا b.m. يعني صباحا ولا مساء؟ صباحا. يعني 2 صباحا يعني امتى؟ يعني في الفجر. صح كده. يبقى يسافر ليلا. Yes it is, make the reservation please. اعمل الحجز. فسأله سؤال قال له ايه اهو 200. Is it suitable؟ بس هو سأله سؤال كان الرد عليه بتمن اهو. لا انا قصدي على السؤال اللي قبليه. اللي ما هي مناسبه لك. انا اللي سرحت معلش. لو السؤال ده مش كده؟ Is that suitable for you؟ هل هذا مناسب لك؟ تمام. والسؤال الثاني سالنا بيه عن السعر اللي هو قلت ايه عليها؟ How much does it cost؟ اهو كده. How much does it cost؟ فعلا اجابتك صحيحه. وفعلا انت اللي ذكرتي والباقيين ايه شكله نص ونص. بعد كده طبعا هتلاقي الاجابه موجوده عندك اهي. لو انت انا عموما الفيديو هخلصه وهنزله على الجروب بتاعنا وعلى القناه هتلاقي موجود. ده باراجراف ذا فيوتشر اوف بوكس واي سبيس اكسبلوريشن از امبورتنت. يعني استكشاف الفضاء يعتبر مهما. نترجم كده علشان الناس شكلها جاعت. تفضل تفضل يا امير. يعرض التلفزيون برامج متنوعه تناشد الناس تناسب الاعمار. ايوه الناس في مختلف الاعمار او يعني تمام مختلف الاعمار. كويس. الثانيه لدى الكمبيوتر مش عارفه الصراحه يعني ايه ريل بودي. الكمبيوتر لا يعتمد عليها. مش عندي في الكمبيوتر مش ليه ميموري. تمام. هو اللي هي بعديها ذات فار مور ريل بودي ولا ايه اكثر ثقه. يعني دي تبقى اكثر ثقه. يعني الكمبيوتر ما ينساش لكن حضرتك تنسي. اكثر ثقه من الانسان من ذاكره الانسان. وبالرغم من ذلك it will never يعني مستحيل انه يفوق الانسان يسود الانسان او يقود الانسان او يتغلب على الانسان. كلام كويس. طيب عندنا علياء شاطره في ترجمه اللغه العربيه. ماشي هترجم واحده هي بس هات اللي عندي كله حلو. حاضر. The robbers break into my flat and ثواني كده and stole it but the ثواني كده رجال الشرطة ثواني كده the police حاضر but the policemen managed to arrest them and إعادة يعني إيه ثواني return أو recover return what they stole لأن حضرتك هتحدث أول يبقى نستخدم ماضي برضو. تمام برضو كويس. من أنا حل الثانية بس يا أميرة يا مسه. Everyone has the right to express
his opinion, his opinion. أيوة. In a form of frame, a frame of frame. أو in a shadow of. Of respect. بعد كما بعد يجيبها من جوجل ترانسليت صراحة مش عارفة أنطق. Atmosphere قصدك of respect. أنت والتانية constructive مش كده برضو؟ الكونستراكتيف اللي هو كلمة النقد النقد اللي عند يعني النقد اللي البناء اللي احنا قلنا كونستراكتيف كريتيسيزم اللي هو النقد الايه يعني كلمة كونستراكت يبني ويشيد والنقاش اللي هو ديسكشن المناقشة والمفيد عارفين اللي هي كلمة يوسفول بعد كده ان الفول ارجيومنت على خيرة الله بص حضرتك اهي موجودة عندنا هي عشان إيه لو في حد عايز يعمل لها سكرين اهي يا مستر نعم نعم القطعة يا مستر يعني طبعا دلوقتي قريتها وما فهمتش منها اي حاجة لما قريتها لوحدي ما هي المشكله هم ليه مدينها اعلى درجه ما هي المسؤوله مشكلتها الاساسيه الاعتماد على الفهم الاعتماد طب فهم ايه على الفهم لازم حضرتك هتفهمي يعني انت ممكن تفهمي يا دوبك ممكن 20% ممكن 30% ممكن 50% ده فهم حقيقي والباقي هيكون جيسنج الباقي هيكون تخمين ودي هي مشكلتها يعني مشكله المشاكل دي بيحطوها للطلبه اللي هو بيقرا كثير بيحل كثير وبيستخدم اللي هي عمليه التذوق اللغوي والجيسنج هي دي بتبقى مشكلتنا ده انت يمكن نوعا شويه لسه انت في المنهج القديم بتلاقي حاجات موجوده من المنهج لكن اولى وثانيه سنه والنظام الجديد اللي هم شغالين عليه كله جاي من الخارج كله معتمد اعتماد كلي يعني كتب ما لهاش اي قيمه بالنسبه لهم معتمد اعتماد كلي على الاطلاع وعلى الفهم على للطالب عشان كده بقول لحضراتكم اخلصوا واطلعوا من هذا الكلام بس على الاقل يا مستر نكون فاهمين مع اللي بيدور حواليها القطعه لكن انا اصلا ما كنتش فاهم يعني ايه بولن طيب ما هو طيب انت لو تخمني يعني ادينا عرفناها لك اهو اخمن ما عرفتها طب في الامتحان ما على الاقل انه يفهمنا ايه محور القطعه والله ان شاء الله تيجي قطعه سهله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون القطعه سهله في النهاية أشكر حضراتكم على حسن استماعكم ونتمنى إن شاء الرحمن أن نلتقي بكم في منهج الترم الثاني إحنا كده رجعنا الترم الأول هنحل امتحانين كمان يعني على منهج الترم الثاني على منهج الترم الثاني وهنشوف مع بعض يا إما هنحل الوحدات طبعا واحد من 10 ل 18 بتهيألي هتبقى صعبة بالنسبة لكم لأنه في وحدات بالرغم احنا شرحناها كلها احنا شرحنا كل حاجه وانا يعني صراحه يعني نصيحه انك انت طالما احنا المنهج كله اتشرح يا ريت تذاكره لانه هيفيدك في حياتك ثانيه هو مفيش حاجه غير الكلمات الزياده انما الجرامر كله هو معاد يعني مجرد قراءه او اطلاع هي فيها سؤال او سؤالين مش مشكله بدل ما نرمي الامتحان ونضيعه كله ان شاء الرحمن نلقاكم كده على خير ان شاء الله اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي زي ما احنا النهاردة حلينا ورجعنا منهج الترم الاول من خلال هذا الامتحان اللي انا بديله نسبة صعوبة يدوبك يعني 50% مش صعب ولا شيء لكن احنا حلينا مع حضراتكم ولو في اي استفسار موجود عندكم ابعتولي طبعا على التعليقات ممكن على موقع المدرسة ممكن على الواتساب ممكن يعني في على ادمودو انا مع حضراتكم في اي وقت وفي اي سؤال أنا تحت أمركم وكل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.